السلام على رسول الله، احبابتي اخواتي المشتركين الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوتي دائما في اطار الوجبات السريعه والمكرونه اللي توجد في 10 دقائق. نقترح عليكم اليوم مكرونه ايضا تحت الانابيب الصغيره توجد في 10 دقائق ولذيذه جدا جدا بالخضار الجزر والدنجال، تجي رائعه جدا من السما بالزعتر، شهيه صدقوني وسهله وسريعه. نتمنى انكم تجربوها. اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش درتها اذا للمكرونات تاعنا تاع هذه اللي استخدمتها تاع الانابيب الصغيره هكا كما راكم تشوفوا فيها، نقدم لكم هنا في الصحن هذه هذا الشكل. هذه هي اللي استخدمتها اليوم. غادي نحتاجوا المكونات التاليه، طبعا المكرونه انا هنا اللي درت الماء تاعي راهو يغلي باش نحط فيه المكرونه تتسلق، هي واحد الورقه تاع الغار او سيدنا موسى باش ندير هذيك الورقه تاع الرند، وشويه ملح ونخليها تتسلق عندي ما تديش وقت كبير. هذه الوجبه كاع توجد في 10 دقائق ان شاء الله. وهنايا عندي جزر مبشور كما راكم تشوفوا، عندي الجزر كما كاني بشرته في المبشره الطويل ورقيق هكا، عندي ايضا باذنجان هكا ثاني مقطعته جوليان هكا كاع كلش ثاني مقطعته هكا بالطول، ونحتاج قطع من الدجاج. اذا كان الدجاج صحه ما كاش نجمو نديروها غير بالخضار هكا يكفي. عندي هنايا زيت زيتون نحتاج ملعق مقدار 3 ملاعق. عندي التوابل التاليه، عندي ملح طبعا، فلفل اسود، سكنجبير، زعتر او زعتره يابسه، عندي بابريكا حاره، بابريكا حلوه، وتوابل الدجاج. ونمر مباشره طريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه المكرونه تتسلق هكا، وفي نفس الوقت غادي نبدا نقلي في الخضار تاعي. ندير مقدار 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون هنايا تسخن، ونحط الدنجال ونحط الدجاج، نخليهم واحد شويه ومن بعد نضيف الجزر. بعد ما خلى عندي الدجاج واحد شويه هو والدنجال، نزيد نضيف الجزر لان الجزر اللي حكاته رقيق على هذوك هكا، نقليهم ومن بعد نبدا نضيف التوابل. بعد ما تقلاو عندي شويه الخضار مع هذاك الدجاج، نضيف دوكا التوابل نعاود نذكر بها. عندي ملح، فلفل اسود، سكنجبير، زعتر ناشف او زعيطره ثم كما تبغوا نستخدم الزعتر، عندي بابريكا حاره، بابريكا حلوه، وتوابل الدجاج المشكله نضيفهم كاع هنايا هكا، ونخلط المكونات حتى ينضجوا، ومن بعد نرجعوا للمكرونه تاعنا. وهنا راهم تقريبا عندي المكونات تاعي كاع ناضجوا، الرائحه راهي تجي ما شاء الله، ريحه زعتر ناشف. وانتم استخدموا اي اعشاب منسمه تبغوها وصدقوني غادي يجي رائع جدا. هنايا راه عندنا المعكرونه ايضا راهي قريب الطيب، خلاص تقريبا طابت كل شيء. غادي هنا نبدا نسقي بالعقل ونحط مع هاد المكونات هكا، نبدا نحط ونجيب رشه من زيت الزيتون، فقط قليل فقط من زيت الزيتون هكذا، رشه فقط، ونخلط المكونات مع بعض ونتلاقوا ونشوفوا في صحن. كانت هذه هي وصفتنا اليوم، معكرونه تاع انابيب صغيره بالخضار، درناها بالجزر والدنجال واللحم تاع الدجاج، تجي رائعه وسهله وخفيفه وبسيطه وسريعه جدا جدا، توجد في 10 دقائق تكون عندكم الوجبه جاهزه سواء لغداكم او لعشاكم. اتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش اذا عجبتكم الوصفه انكم تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم وتبارطاجوها باش توصل اكبر عدد من المشاهدين. واللي اول مره يشاهدوني مرحبا بكم معايا، داركم نورتوني، اشتركوا معايا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.